المشاهدين ورجعنا لكم تاني في برنامج حكاوي اليوم. الفقرة دي أنا خليتها للنهاية مخصوص لأن البرنامج دايما كان بيطلب ودايما بيلبي رغبات السادة المشاهدين. الفقرة دي هيكون معايا ضيوف الكرام لميس مول للسجاد والمفروشات، هيبقى جزء تاني بناء على رغبتكم. جالنا صدى واسع جدا على صفحات التواصل الاجتماعي إن يبقى في سلسلة أو تكملة للقاء الأول. ضيوف الكرام النهاردة هيكون معايا الأستاذة سمر محمد والاستاذ محمد عبد المنعم. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا مستر ادهم. استاذ محمد، يعني خليني اقول لك النجاح اللي حضرتك بتحققه بشكل باهر في اخر لقاء معانا. احنا كان عندنا صفحه التواصل ما كانش فيها كلام بنقوله غير حته الكومنتات ان احنا محتاجين جزء تاني. عايز اعرف منك بجد ازاي قدرت انك تكتسب ثقه العميل كده لدرجه ان حتى الريفيوهات ما بقتش عندك في الصفحه بس، دي وصلت لصفحه البرنامج. في البداية الأول بحب أشكرك إنك أتحت لنا الفرصة إن إحنا نبقى معاك اللي تاني مرة، وده شرف كبير لينا إن إحنا نطلع مع إعلامي متميز زي حضرتك. وأحب أبارك لك برضو بخصوص البرنامج الجديد، وإن شاء الله يكون من نجاح لنجاح وتميز بالنسبة لك. ألف شكر. ألف شكر. أنت تستاهل كل خير والله فعلا. الحلقة الأولى بفضل الله وبفضل برضو مجهوداتك ومجهودة فريق العمل معاك ظهرت بشكل كويس، تم تسويقها بشكل كويس بفضل الله. برضو قدرت تعمل صدى ليا وشعبيه ليا كبيره، يعني لينا احنا كتيم شغل او كفريق عمل لينا احنا، فرقت معانا في حاجات كتير، فرقت معانا في صيت وفي شهره، فخلتك بشكل واضح انت خارج اي منافسه. خليني اقول لك برضو في نقطه حضرتك كنت مساعد فيها بشكل كبير، العميل اللي يعني حتى لو احنا كان تم التسويق بشكل كويس لحضرتك، بس العميل بياخد منك خدمه كويسه، وده اللي لاحظناه ولمسناه. جوده المنتجات ازاي بتحافظ عليها بالمنظر ده؟ ده سر لازم احنا نعرفه. ما انا بحافظ عليها لان دي سمعتي، ده شغلي. زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان مش انا بس اللي بعرض المنتج، انا عندي مش محورين بمشي فيهم. تمام. محور الماتيريال او الخامه الكويسه، وفي نفس الوقت بقدمها بسعر، يعني ممكن تكون خامه وماتيريال ومنتج متوفر في السوق بس اللي بيميزني عنهم بسعر. لدرجه ان انا بتوصل في اوقات وبتوصل في منتجات معينه ان شغل القطاعي بتاعي بيبقى اقل، ببيع الشغل بسعر قطاعي اقل ما تجار ومنافس بيع بتستلمه من المصانع بسعر جملته. فده اللي عمل لي يعني الحمد لله صيت كويس وعمل لي سمعه، بالاضافه للبرنامج بتاع حضرتك طبعا ظهر الموضوع بقى بشكل كامل. لا ده احنا كمان عايزين نعمل استكمال للموضوع ده معاك يا مدام لميس. في البدايه انا عايز اعرف بقى من حضرتك الموديلات دي، في كتير من الساده المشاهدين طلبوا مننا احنا نعرض عينات اكتر، نعرض اشكال اكتر، فعايز اعرف. انا شايف ان حضرتك محضره لنا مفاجات كتير قوي النهارده ان شاء الله، فحابب بقى اعرف من حضرتك كده بشكل تفصيلي كل منتج من دول ازاي ان احنا نقدر نستخدمه، وفي نفس الوقت اخبار الاسعار بتاعتنا ايه مع الجوده. اعزائي المشاهدين قناه الصحه والجمال، استكمالا بص يا فندم، بالنسبه ان شاء الله باذن الله العبايه دي كده. تمام. العبايه سوري صل على سيدنا محمد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بص العبايه، ايوه مع حضرتك. احنا في بدايه الكلام ان شاء الله باذن الله العبايه دي احنا كنا المفروض ان احنا نعرضها على حضرتك. تمام. بص كده دي، يا خليني اسالك سؤال، الجوده يعني بالمنظر ده ازاي قدرتوا تحافظوا عليها كده، وفي نفس الوقت الاسعار اخبارها ايه؟ دي كانت من شهرين كانت معروضه عليا بسعر عالي. تمام. كانت تمام سعرها بيتوفر، كانت سعرها بيتوفر من 160 ل 200. تمام. فطبعا انا ما اقدرش ان انا اعرضها بالسعر ده، سعرها عالي جدا. فعرضتها على الشركه بتاعتي مدام ريهام الشناوي، فقالت لي ان يا سمر الخامه دي علشان نعملها لازم الاول استشير المصنع بتاعي. فالمهم فعرضتها عليها وقلت لها ايه رايك، فعايزين نعملها بخامه كويسه بمنتج كويس أقل. بسعر اقل. تمام. فقالت لي تمام. عرضتها عليا يا فندم بسعر عايز اقول لحضرتك اقل من سعر جملتها، يعني اقل من سعر جملتها في المصانع. دي كانت عامله بره من 160 ل 180 جمله، دلوقتي احنا منزلينها عليها عرض اقل من سعر جملتها ب 115 جنيه. لا خليني بقى افهم منك حاجه. جنيه. يعني انا مثلا المنتج ده لو رحت بره هلاقيه عامل 160 جنيه؟ من 150 ل 180. 150 او المتوسط بتاعها 160. تمام. هلاقي السعر عند حضرتك اقل منها بقد ايه؟
يعني حوالي 40-45 جنيه. 40-45 جنيه. طيب برضو خليني اعرف منك باقي المنتجات، يعني انا شايف حاجات تانية بخامات مختلفة، خليني اعرف الرينج بتاع الحاجات دي ازاي. يعني بص يا فندم، العبايه دي ان شاء الله باذن الله هتبقى متوفره معايا الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله، الفتره اللي جايه اللي جايه دي كلها بالسعر اللي حضرتك عليه. مش بس كده، ده احنا كمان عاملين عليها شنطه زي ما حضرتك شايف كده بنفس الشكل، بنفس التصميم بالظبط. زي ما حضرتك شايف كده الشنطه هتبقى برضو عامله 115 جنيه، ده بالاضافه ان هي بره ممكن تعدي 150-170 جنيه. تمام. بس يعني خليني افهم من حضرتك انك اوجدتي وسيله ان احنا نقدم جوده كويسه وخامات كويسه وبسعر اقل ان شاء الله باذن الله. طيب ممكن تعرفيني باقي المنتجات دي كده؟ كانت بالنسبه معايا للعبايه الكف ان شاء الله باذن الله هتبقى متوفره معايا الايام اللي جايه. في كمان الاستاذ علاء، علاء السوري برضه عرض عليا جدا عرض عليا برضو المنتج ده زي اللي عليا ده كده بالظبط. كل ده اهو، ده كده بالنسبه للي عليا دي عامله 100، اللي بالنسبه للعليه دي عامله 350 جنيه، دي بره بتعدي ال 450 جنيه 500 جنيه. تمام. بالنسبه للعبايه دي، دي بره بتتميز ان هي سعرها بتبقى عالي، اي عروسه لازم بتدخل بيها. تمام. بتبقى عامله في حدود 800-900، دي عندنا ان شاء الله باذن الله، بس دي بنعملها بالطلب، يعني دي ممكن ان هي نوفرها ان شاء الله باذن الله في حدود 450-500. كويس جدا، كويس. تمام، يعني برضو فرق سعر كبير. انا شايف كبير ان في توجه عندكم ان احنا نقدم نفس المنتج وكواليتي كويسه وبسعر اقل، دي حاجه كويسه طبعا. جدا. مش بس كده، بصوا كمان الموديل ده مختلف معانا اهو، زي ما حضرتك شايف كده، ده موديل اسمه طاووس. طاووس. تمام. الموديل ده اهو، ده ما شاء الله يعني كويس جدا جدا جدا، حلو جدا في السوق. عايز اقول لحضرتك كمان ان هو سعره بيتميز عندنا ان هو بره بيبقى معدي 850، عندنا احنا بيبقى عامل 450 جنيه. طب خليني اسالك سؤال، هل السعر ده بيجي على حساب الجوده الخامات؟ لا طبعا. ولا يعني انا متعود من لميس مول واستاذ محمد دايما انك بتقدم لي جوده ممتازه. لا بص، هي بترجع لان احنا بنشيل كميات من المصنع. فهو كميات بيدينا جملة. تخفيض. تمام، كميات جمله، فهو بيدينا تخفيض على الكميات. طب بالنسبه لجانب المفروشات، يعني بص حضرتك كده، في كده، ده كده بالنسبه للمفرش ده، انا ما شاء الله يعني ما حدش بيبيعه يعني بالسعر زي المفرش ده. بره بيبقى عامل يعني رينج مثلا كده 160-170 جنيه، ده بيبقى عامل عندي انا حوالي 90 جنيه. تمام. ده مفرش ثلاث قطع، رنر طويل واتنين معاه اهي بالمنظر ده كده، ده كده بيبقى عامل معانا 90 جنيه. كويس. تمام. في كمان المنتج ده، ده طقم انفيه اهو، ده شكله جميل جدا، ده بيبقى 10 قطع عباره عن كنبتين وكرتين واثنين فوطين. طب خليني برضو اسالك سؤال، الالوان هنا هل انا بكون محكوم بيها؟ يعني انا مثلا لو عجبني المنتج ده تقدري تغيري الالوان بتاعته؟ ايوه طبعا، هو بينزل بجميع الوانه، بجميع الالوان، هو متوفر بجميع الوانه. فده ان شاء الله باذن الله، ده عايز اقول لحضرتك ان هو متوفر بره ب 250، من 250 اللي طالع، ده بيبقى عامل عندنا 185 جنيه، متوفر بجميع الوانه، قطيفه شانيليه تقيله. طيب بالنسبه برضو خليني اعرف منك مجامل الملابس الحريمي، انا شايف برضو يعني النهارده احنا محضرين مفاجات كتير جدا. عايز اقول لحضرتك بقى ان الملابس الحريمي دي احنا مميزين بيها بسعرها. فيعني بيجامه تبدا عندنا من 35 جنيه، فده يعني بص كده. دي كده. دي كده اهي بيجامه. تمام. دي كده الصوره بتاعتها اهي. تمام. دي كده بتبقى عامله عندي ب 35 جنيه، دي ممكن من بره تعدي ال 50. تمام. دي تلبيس كبير ما شاء الله. ومش لازم ان انا اطلب كميه يعني، لا لو لا طلبت ان شاء الله حتى لو قطعه. كويس جدا، كويس. احنا عندنا يعني تعتبر السعر الجمله من اول قطعه. دي كده بتبقى بجامه اهي زي ما حضرتك شايف. متاحه من بكره. متاحه من بكره ان شاء الله باذن الله، متوفره بجميع الوانها في المحل. تمام. 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 في كمان زي حاجه زي الكاش ده. الكاش ده ما شاء الله سمع سعره معايا جدا ده. جدا الايام اللي فاتت. ده سعره ده سعره عامل 50 جنيه. بس مستو اللي الناس بتجري وراها عشانه ان هو تلبيس كبير، يعني تلبيس بمقاس كبير، يعني المقاسات الكبيره دي بتبقى صعبه شويه في السوق، ممكن ان هي بتبقى سعرها بتبقى عالي شويه. طب مدام لميس خليني اقول لك على نقطه مهمه جدا، كتير من الناس بتبقى قدامها حاجتين، يا اما تقدم جوده كويسه قوي بس السعر مرتفع،
وما بين انها تقدم سعره قليل بس بجوده اقل. خليني اعرف منك ازاي بتقدري تدمجي بالمنظر ده؟ يعني هل مثلا بتعتمدي دايما على تصنيع الحاجه بشكل بديل ولا بيكون ازاي؟ يعني ممكن حضرتك تشرحي لنا الكلام ده على المنتج؟ لا والله يعني مثلا منتج زي كده يعني بيجيني خامته كويسه جدا جدا بس باسعار كويسه، انا بعتمد على الكميه، يعني انا بشيل دلوقتي كميه من المصنع كبيره بيديها لي بسعر قليل. تمام. بس الخامه لو ما عجبتنيش يعني ما برضاش ان انا يعني اخدها منه بصراحه. يعني في خامات بتبقى مثلا اللي هي الجرسيه بتاعها ما بيعجبش مثلا العميل. تمام. بتبقى خامتها مش كويسه ممكن ان هي ترجع لي، فانا ما يعني انا ما برضاش اصلا ان انا اخدها. فهمت، يعني بتحطي نفسك مكان العميل، الحاجه اللي تكون كويسه وشايفه ان الخامه بتاعتها حاجه ما كانتش عاجباني انا ما باخدهاش. ما هو انا عايز اقول لك على حاجه، المعايير اللي احنا شفناها كويس جدا من السوشيال ميديا ان الخامات بتاعتكم جودتها رائعه. طيب خليني اعرف منك برضو باقي المنتجات ايه. دي كده في كمان البيجاما البرزاتشي دي نازله معانا ان شاء الله باذن الله برضو من بكره. تمام. البيجاما دي برضو تلبيس كبير اهي. تلبيس كبير ما شاء الله اهي، دي عامله معايا بكره. تمام. دي عامله معايا بكره 45 جنيه. تمام. تمام. تلبيس كبير تونيك، ده اهم حاجه، في ناس ما بترجحش الحاجه بتكون قصيره على البنطلون فبيحبوا الحاجات بتكون طويله كده، دي يعني ايه ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه لحد العيد يعني هتبقى معانا نفس الشكل ده كده بس باشكال فرايتي تانية، بالوان مختلفه، باشكال تانية. يعني مثلا لا يعني اشكال تانية، يعني انا لو حابب ان انا اغير الشكل بيكون موجود ولا الالوان بس؟ لا انا نزلت قبل الفرزاتشي نزلت كمان بقبلها اديدس، الاديدس ما شاء الله سمعت معايا جدا كويس جدا، فلما يعني سمعت معايا طلبت من المصنع ان هو يعمل لي كذا تصميم، كذا تصميم بموديل يكون ان هو طويل ونفس الخامه ونفس المقاسات وبنفس السعر. بالتالي انا عايز اقول لك على حاجه استاذ محمد والمدام لميس، يمكن يعني كتير من الساده المشاهدين عارفين الموضوع ده، الميزه اللي عندكم دايما انك بتقدم منتجات بسيطه كل بيت مصري بيحتاجها وفي نفس الوقت بتدي له الجوده وسعر مناسب. خليني برضه اعرف منك التنوع ده كان ايه اساسه؟ يعني انا شايف برضه في منتجات كتير لسه موجوده، ازاي بتعمل التنوع ده؟ عايز اعرف منكم. يعني هي الفكره كلها يا فندم زي ما قلت لحضرتك ان انت بتحاول تلبي كل الاحتياجات وتوفرها وباسعار تكون في المتناول. يعني المواطن المصري بصفه عامه في الوقت دوت بيبقى اصلا يعني بيكفي احتياجاته الاساسيه بالعافيه، فمحتاج ان انت تقدم له حاجه دي اساسيه بقى من اكل وشرب وتعليم ودروس وميه ونور، فما ينفعش ان انا ايه كل الدنيا دي بتدوس عليه، ما ينفعش انا كمان ادوس عليه، لان هو ابسط حاجه ان هو ممكن يستغنى عن المنتجات بتاعتي. تمام. مدام ممكن حضرتك تكمل لنا باقي المنتجات؟ في حاجه زي كده يعني كاش كده. ده كاش قطعتين. تمام. احنا ممكن نوري التصميم للناس. اهو ده كاش قطعتين برضو تلبيس مقاس كبير، ده عامل معايا بكره 30 جنيه. 30 جنيه؟ 30 جنيه، ده قطعتين. ده ممكن اي حد يشتري. لا انت اسعار غريب. انا عايز يعني بص عايز اقول لحضرتك، عايز اقول لك انت يعني عامل غزو بالاسعار. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اقسم بالله اقسم بالله مش كلام، واللي بيتابعنا واللي عارفنا واللي جربنا عارف ان انا مش بقول كلام وخلاص. لا ما انا شايف يعني ب 30 جنيه. انا عايز اقول لحضرتك ان انا بتجيلي ناس وبتمشي وبتجيلي من محافظات بعيده وبتمشي. وللاسف انا مش يعني حاجه ما افتخرش بيها بس ده الواقع، بيجوا ما بيلحقوش. ما انا حقيقي بيبقى ضغط كبير. كله عايز يلحق، اسعار بالنسبه لهم متوفره بره، في فروق اسعار غريبه. لا واضح واضح واضح. يعني انا عايز برضو حاجه زي كده كلامك. يعني انا عايز خطة. اشوف التصميم يعني دي ده قطع. بص يا فندم اربع قطع. شورت، هوت شورت، بنطلون، روب، تيشيرت. تمام. يعني اضعف الايمان، اضعف الايمان في اي مكان بره هيتخطى ال 100 جنيه. ده عندي ب 60 جنيه. طب مدام ممكن توريني شكل المنتج ده؟ بص يا فندم ده كده البنطلون بتاعها. تمام. طب بالنسبه للمقاسات اخبارها ايه؟ يعني بيبقى في عندك فرايتي في المقاسات يا مدام؟ طبعا في منتجات في موديلات معينه بتلبس مقاسات كبيره واحنا بنشرح الكلام دوت، بتبقى وان سايز يعني. وفي وان سايز. وفي موديلات مقاساتها محدوده. محدوده. بس انا برضو لازم اشرح عشان ما اخدعش العميل. انا شايف برضو عندكم بصمه كده في التصاميم مع سعر طبعا يعني 30 جنيه. تصميم عصريه وشبابيه. ايوه تصميم عصريه وشبابيه، مش بتلبي يعني طلبات البيت المصري بالظبط. تصاميم يعني ايه شبابيه وعصريه،
فانت مش بايدك ان انت تنتج منتج او تصنع منتج كويس خلاص اصنعه بالشكل اللي يرضي الزبون، مش مجرد ان انا اصنع شكله وخلاص. لا، ما دام في ايدي ان انا اصنع يبقى اصنع منتج يرضي الزبون. ما دام ممكن توريني باقي المنتجات بس كده. هو كمان صراحه اللي بيساعدني على الاسعار دي مدام ريهام. مدام ريهام دي الشركه بتاعتي، ريهام الشمال، مختصه بالتواصل مع المصانع. هي اللي بتقدر هي الدينامو. هي الدينامو. لا يعني بص بص لحضرتك، احنا مختصين بالتسويق والبيع، وهي مختصه بالتواصل مع المصانع. هي ليها طرقها وليها سككها وليها الماده ليها اللي تقدر تتحرك بيها. فبتقدر تجيب سعر. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اسعار المصانع، انا ناس بتجيلي تجار تقول لي انت ازاي بتبيع القطاع بالسعر ده، انا بستلمه بقد كده كجمله. مدام لميس استاذنك في اجازه شديد عشان وقت البرنامج، انا ببقى عايز اقعد معاكم بشكل كبير والله. وريني اخر منتج عند حضرتك والعرض الحصري لبرنامج حكاوي اليوم. بص يا فندم، ده من المصنع بتاعنا احنا، خاص بينا. تمام. ده المد العربي، ده ما شاء الله عليه، يعني ده بيتحط على الكنب او الركن. تمام. اهو ده موجود في كل مكان، سعره معدي 75 جنيه. تمام. وما بيبقاش كمان الشكل ده، ده كمان بص، ده احنا موفرين كمان معايا 3 مناديل علشان ظهر الركنه. ده المنتج ده عامل معانا بكره 60 جنيه. لا خليني بقى اقول لك بقى فوق الاسعار دول كمان، معلش يعني خليني اكلمك بلسان المشاهد، عايزين عرض تسويقي من المشاهدين البرنامج، هنقدر نعمل لهم ايه؟ عرض تسويقي ان انا الاسعار ديت المفترض ان انا اصلا كنت يعني عامل عليها اعلى من كده بشويه. بس انا طبعا عشان اطلع مع حضرتك فلازم اقول فاعلنت عن الاسعار دي، الاسعار اللي هتبقى ايه، التخفيضات اللي طالع فيها بمناسبه ان انا طالع مع استاذ ادهم. استاذ محمد انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك، وانا بهنيكوا على الصرح العظيم ده. لميس مول للسجاد والمفروشات. اعزائي المشاهدين، اتمنى تكونوا اتبسطتوا بحلقه النهارده من برنامج حكاوي اليوم. انتظرونا في حلقات اكتر مع كل رواد الاعمال من منصه برنامج حكاوي اليوم.